يا اخوانا الاحكام دي احكام مهمه ودي فريضه عليك. انت لابد تقوم بالفريضه وتاديها في الوقت، لان العلماء قالوا هي طهره للصائم، قالوا كسجود السهو للصلاه، لانه بيجبر الخلل. الان في صيامنا في خلل، رفث ولغو، كلام فاحش كده، نقص في الصيام، تقصير، معاصي، تفريط في الطاعات، غيره في نقص في الصيام. النقص ده بتسد زكاة الفطر. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.